بكم في موجز لأهم الأخبار. أفادت مصادر محلية من درنة بمقتل عنصرين من ميليشيات الكرامة خلال الاشتباكات المندلعة بمنطقة وسط البلاد في درنة. وبحسب المصادر المحلية فإن ميليشيات حفتر أطلقت عقب الاشتباكات عملية عسكرية اعتمدت خلالها على القصف المدفعي المكثف لاستهداف عناصر قوة حماية درنة في عدة أحياء. أطلقت ميليشيات الكرامة سراح إحدى السيدات في درنة بعد احتجازها والتحقيق معها أكثر من أسبوعين عقب اعتقالها في إحدى نقاط التفتيش. وأفادت مصادر محلية باعتقال الميليشيات الأيام الماضية فتاتين من المدينة إضافة لاحتجاز مسنة تبلغ من العمر 90 عاما، وذلك لإجبار المطلوبين لديهما إلى تسليم أنفسهم. وكانت ميليشيات الكرامة اعتقلت 9 نساء أفرجت حتى الآن عن واحدة منهن، بينما لا تزال 80 أخريات قيد الاحتجاز في سجن غرنادا. دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الشركات الأجنبية إلى إدانة المؤسسات غير الشرعية والموازية وعدم التعامل معها. وعرب صنع الله خلال الملتقى الليبي الأوروبي للنفط والغاز بفيينا عن أمله في التوصل إلى حل سريع للأزمة الحالية والسماح لمؤسسة النفط بمواصلة عملها دون قيود. أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة المبثق عن اتفاق صخرات التزامه بما جاء في إعلان باريس، واعتبر الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية. وبحسب الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة، شدد المشري على ضرورة إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية، واعتبر أي مؤسسة موازية غير مبثقة عن الاتفاق السياسي غير شرعية وهي في حكم ملغى. واعتبر المشري أن أي جهود للتواصل في شكل جماعي أو فردي تخرج عن هذا الإطار لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى للدولة. انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الأحد أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورتها 31 تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد. القمة التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة بمشاركة 40 دولة إفريقية ستبحث الأزمة الليبية، فيما ستعقد دول جوار ليبيا اجتماعا مصغرا على هامش أعمالها لبحث آخر تطورات الأوضاع في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.